الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع،
إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات وإلى أرواح موتى الحاضرين جميعا وبالخصوص إلى أرواح المرحوم وعد رشيد توفيق خالد أخ عمر عبد الواحد رحمه الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.